السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد وحلقي وقناة أبي جي بي تاني. طبعا اليوم شباب رح نلعب ماينكرافت مثل ما شفتوا. أنا هلا مقلل التحديات لأنه صار كان في يعني هلا بس صرت ألعاب يعني مو كلها، وحبيت تغير اسم القناة لا اسم انه واتمنى الناس شنو انا ملقلق على الاخير واتمنى الناس يكتبوا في جي بي داري ما بيطلع، لازم يكتبوا كلاش اوف كرانس حتى يمكن ما اطلع كمان اذا كتبت كلاش اوف كرانس، فمشان هيك غيرت اسم القناة. فاليوم يا شباب يمكن هلا اخيرا طورت عكس الشابل هذا، طبعا هون جست اللبس الايرون تبعي هناك. هلا ما فينا نطور شيء انه ليفل تبعي ما فيه، بس خلينا نشوف مثلا نطور البونه قديش هذا يوسف الطين باور اي باور 1 يعني منين وانت شو ان شاء الله هالدروع ما نلقاها بس لانه ما معنا الا خلص لبها الاخير. خليني بس سكني ناتش ما بعرف ايش يا يوسف طبعا في انزل مشان انا شغل انه استفاد طبعا الجولز فعلى هاي الانتربار يعتلنا الهدف بالحلقة الثانية يمكن هلا كنا نعمل جوز مختيانتي هلا شو دعمل يمكن الليل فانه لكم مباسة بداش خلينا نروح نام. لا والله نهار طب لكن وين المبات؟ طبعا هاي بوابة النظر هاي ما راح اسكرها انا راح تطي على القليلة. تحت بيتي طبعا ايروس لا طبعا اليوم يا شباب حلقتنا انه نستفيد من هاي اللعبة طبعا هلا ما راح اروح علينا البكره هيك طبعا انا هلا ما راح اروح كيفينج كل شيء بس باخذ باكت هلا راح اسويه اوريكم. اوكي هلا بفتح ماينكرافت طبعا ان شاء الله حل الخمسة راح تنزل بعد مثلا شي 4 ايام او شي هيك يعني يا شي 4 ايام ان شاء الله. كمان بالحلقة هاي خمسة بنروح كيفينج بالخامسة يعني هلا الحين بالرابعة. اوكي طبعا هدفنا من الكيفينج حلقة خمسة بدنا نروح نلاقي دايموند فهذا هو هدفنا. احسن طبعا مثل ما قلت لكم ان هلا بنجيب بس كب ستون نغطي قسم اللي بدنا اياه لكل ما يعنا بالبيت ونستفيد يعني ناخذ اوبسيجين وكون احنا خلصين. هلا خلينا نروح نام بركي واروح المطر. طبعا تطوير السيف تبعي شو اسمه ام شاربنس وام بريكنج ليش شارب بس وام بريكنج لانه اول طورت انا سويت 2 فشوفوا والله بدنا اكل هون نحلل ولا هون الاكل ما معنا شو نطبخ ولا شو نطبخ صحيح. من كمان الكيفينج هلا تذكرت انه بدنا جولد ما معنا غير تشست بريك من اول حلقة وين حبة الجولد اللي عيناها من ديك الكيفينج
اسمه شو انا شو كنا نحكي شو كنا نحكي يا شباب شو كنا نحكي ايه بكت مي ايرون ايرون ايه بكت مي من الجيب كابستون لك قدش ايرون صار مي وهلا بدنا نجيب كابستون بزاد وعلى ما نرجع نسوي كل في اكل الحين نحط اكل بنسى لا اوه فيها معي اكل واخيرا مني ناكله طيب اوكي شو ما تولي لا تولي ما نولي لا مست اوكي هون الخطر عشان نغطي هون شو بعد صوت الكمبيوتر تبعنا اوه اوكي ضروري نعمل تاني انه عشان نحط الماي اوكي خلص هو اخيرا اوبسيديان منيح ترى راح نشوف عشان ما نوقف اخذناه لما ناخذ هذا دورنا يرى يمكن تاخذ راحت دورنا هاي يمكن تاخذنا كثير فراح اخذ كلهم وارجع لكم شباب انا عم بعمل بدل الوار باكيت اخذت لافا ذات المي فكيف بناخذها طبعا عشان هلا اعرف يلا منيح اللافا باكيت طيب اليوم بدنا نفتح بوابة النذر ممكن هلا نطلع ثلاثة هم نجيب واحد بس خليني اشوف انا اربعة صار لي ما انا اصلا اشوف ولا موب ولا موب بعد اللي صار من كامل يوم فجر فيه كريبر ورحت فيها والله منيح ما كان جنب البيت منيح ما كان بالبيت فجر فيه كريبر شنو مو في هالحلقة مرة كنت أتعب هذا ضبط وشوف جيب أنا لابس رحت كيفين جبت لابس لحالي أنا إذا من جسمه اذا بدنا نعمل كيفنج وهي حلقة اني انا من زمان مركز الحلقات وهيك ف مثلا هلا يمكن حلقة لا 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 كريري 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 خلاص اسف شباب ما رح استعمل ولا شيء بس هنطلع من اللعبة اوه شفتوا هي كيف فاتتنا يا شباب يا اخي رحت على كريتيف بس يلا منيح ما متنا باللافا هلا بدنا بس انت ان شاء الله يا رب ما يصير شيء بس تنتين تعال نكب لافا هون انا ما بدي اللافا كبه ما بدي اللافا دي خلي هاي جنبي هون اللافا ناخذ مي
خد مي، خد مي قبل ما تروح. اوكي خدنا مي خلاص، وهلا بنكب عليها مي. خلصنا. فشو هذا؟ روح هلا احسن. لا خلينا نشوف اذا في تحت لافا. اذا نكسر البركة تطلع لنا لافا. شفته؟ فعشان عارف انه ما تنزلنا اللافا. لا راح البكت، ما نرد نجيب. طبعا ما راح نستكشف احنا كل الاند، راح نستكشف مثلا بس هيك اوليته، بعدها بالحلقة السادسة يمكن نروح الاند. ف بسم الله عشان ما ينط لنا لافا. هلا اخر حبة عشان نعرف. لا مو تحتي. اوكي هلا موقف هوني وناخذ اخر حبة ويلا وجهنا على الانت. ما بيطول. واو هذا يمكن رجعوا لافا كله فاهم، ما بعرف. لا خلينا نرجع الغراض ونفتح فلانتن ستيل. نفتح نعمل فلانتن ستيل ووجهنا على النذر يا شباب. هنا جديد وبدنا فلنت، نحط الفلنت هوني. يلا يلا فلنت فلنت ستيل. اخذنا فلنت ستيل بس بدي احطه بايدي، ما بدي احطه بايدي مشان اروح البيت كله. يلا يلا نطلع 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 عن بوابة النظر، عن بوابة النظر. اوكي بسم الله. ايش والله منيح انتبه، راح اكسرها كله وارجع لكم دغري. اوكي شباب حتى من على الخشب، عشان اذا احترق الخشب فهيك. هلا نرجع هلا بنروح الان من هوت واي بوينتس. اوكي بسم الله. بلشنا بالغوست. طبعا راح نحط واي بوينت. نادر يمكن اكاتب اول واي بوينت. ما راح اروح هنا، راح اروح على النادر. والله في جوستون دي صار لي ما رايح النادر يا شباب. والله في جلوستون كتير فيه. طبعا الماب ان راحت انه نفسه. طب انا صوت الكاست ما بعرفه انا. فهلا بدلنا قريب قراب بس مشان ما عشان الله لا تطلق علي. هذا الفيلم هذا فارس. اوكي خدنا اول شغلاتنا بال انت مول انت. فانا خليني ارجع. اوكي تحولنا اوف عالم غريب. طبعا هون يو شو هذا؟ ترى عملت البوت للاند. لا ايوه وين احنا؟ احنا فين؟
أروحكم كنت أنا فول. أوكي يا شباب، يمكن نعمل نزلين نكسر هاي. نكسر هاي. شو نكسر هاي. ونكسر هاي. مو أحلى؟ والله أنا بالنسبة إلي أحلى. فأوكي طبعا هاي شفتوا هاي كلها مكسرة بالماب وهكا، كله هلا راح أعدله والله يعيني. طبعا تقولي أنا أتمنى أنا بدك تجيب الشغلات منه. لا قديش الماينكرافت كلها درت، يعني بشيل درت من هوني. شو والله ملقلق. يعني هيك قلت يا شباب اختاروا مين يدخل معي سيرفر، يعني عشان روح اعمل يعني بحث عن الدايموند. يعني اي واحد من قامس 3 ساعات ما بحب ماينكرافت ولا ما أدري أكتب تقولي، بس مو من اليوتيوب مثلاً دايلر شيء ما نشوف دايلر إزاي جيمر ساعات دايلر ذاك يوتيوبر كان أوكي. والله العظيم الإندر هاي تبعيته أقسم بالله يا شباب حسيت إندرمان. خلينا نتخلى مرة تانية. لا وين واي بوينت؟ واي بوينت؟ لا لا نادى. شفت الجوست؟ تع والله الحرب والله. إن شاء الله ما أموت. طبعا إنه جوست قوي راح نعمل كيب إنفنتوري. أبغش ما أعرف أبغش ضروري. بس هلا والله أشيل هلا قدامكم يلا. هون تعال لك والله بس مثل مات. اوكي والله يا شباب هلا بدي اروح. خلاص بنعمل تمرك عندها هي. فهلا راح ننزل. اوه هذا بيساعدنا يمكن نعمل وذر بوس. نحارب بس الوذر بوس فبدنا منه. يمكن نزلنا. هاي جوست. ما لنا وياه. فكرت ان والله وايا بس شوف والله معلق. هذا بدمجنا. اوكي انا بدي زومبي بيجمان بدل ما جايبين. نحن جايبين اكل والله. ولا موت موت هجم علي موت. طيب مثل نحن زومبي بكره والله. الكلوستون بدنا نجيب كلوستون نحن هلا. ماني طالع لو حتى كانت طول الفيديو ساعة إلا أجيب بلوستون. هلا أنا رايح شكرا على كيف فور على الماد. إيه صار شباب
اوكي خلينا مرة بدي اجيب بركة ارجع لكم بعد قليل، بعد قليل مو بعد قليل، بعد قليل.